تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم بضرورة إكمال كافة المناطق التي دخلت ضمن خطة عام 2023 خلال شهر حزيران من هذا العام، باشرنا هذا اليوم بتاريخ 10/5 يوم الجمعة 2024 بأعمال الإكساء الطبقة النهائية لشارع أبو أحمد ضمن منطقة سبع قصور. هذا الشارع الذي كان يعاني من تجمع المياه الآسنة حتى في موسم الصيف، تضمنت الأعمال أعمال البوكس الترابي وكذلك أعمال السبيس وصب طبقة الكونكريت بسمك 25 سنتيم وأعمال صب الباور كربر، واليوم باشرنا بطبقة الإكساء النهائية. يبلغ طول الشارع 3 كيلومتر و100 وبعرض 14 متر. ستستمر أعمال الإكساء لحين إنجاز العمل، من المؤمل هذا الأسبوع سيعلن إنجاز الشارع بالكامل. أيضا أعمال الجهد الخدمي مستمرة في شارع أبو علي، من المؤمل خلال الأيام القليلة القادمة ستتم المباشرة بأعمال إكساء شارع أبو علي بنفس الكميات لهذا الشارع. أعمالنا مستمرة في شارع البزل الرئيسي أيضا في منطقة سبع قصور، أيضا الأعمال مستمرة في منطقة 5/12 سبع قصور و3/12 وكذلك حي طارق ضمن قاطع بلدية الصدر الأولى، وكذلك مناطق الشعلة، منطقة الوقف القادري ومنطقة الدولعي، أيضا منطقة قميرة الأعمال مستمرة فيها. نتهيأ للطبقة النهائية أعمال التبليط في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم بضرورة العمل حتى في أيام الجمعة والعطل الرسمية، وكذلك تفعيل الشفت الليلي. خطة الجهد الخدمي تسير وفق البرنامج المرسوم. دائرة الأشغال والصيانة العامة فريق الإشراف الهندسي جهد رقم 4 بتطبيق المواصفات الفنية في منطقة سبع قصور. حاليا يجري العمل تبليط الطبقة السطحية إكساء 5 سنتيم في شارع أبو أحمد، من المتوقع إنجاز الشارع خلال هذا الأسبوع. العمل يتم وفق المواصفات الفنية والقياسية.